الاخوان صباح الخير عليكم. اليوم ان شاء الله وجهه جديده، الحلقه ان شاء الله غتكون مدينه وانزم اللي فيها انا دابا. غنودع دوز فيها واحد 4 ايام هنايا. ها هو داك المعمل القديم ولا ديك التعاونيه القديمه اللي كتصورت لكم فيها فيديو، واللي مازال ما شافوش يدخل يشوفه. دابا غادي في الاتجاه ديال الفقيه بن صالح، والريح غادي في الكونتر ديال الريح، يضرب ليا في وجهي ولا ما درتش وجهي غيتشنشر. ندير النظر حتى هما البلاصه اللي عاد دخلنا لها وخرجنا لها، واحد المنطقه تسميوها عين قيشر. هي هذه يا اخوان. كنت غادي في الطريق بالي واحد محل واد ناشف، وواقيلا مع ديك الليل ما تخلعوش ناري كلشي هرب. ها انتم ماشي، ما بقاش الماء بزاف، بحال هذاك الرشويه ديال الربيع اللي بقى هنا تياكلوا هاد المعيز. هذا ولا شي دز طاير كل شيء اخرى. وار القضيه نشفات. ان شاء الله كاين شي غادي نضروا على اليمين ديالنا ونضربوا واحد التصويره حدا البلاك هادي ونمشيو. خلنا الطليان ولا باقي؟ خلنا الطليان ولا باقي؟ الله يخسر ياك. الحمد لله الله يسهل عليك. عرفت واش ناخد شي زيت ندير فيها الفيدونج دابا ولا بلاتي شويه؟ حنا في الوسط ديال القيف بن صالح، قبيلة بات لي واحد اللومبرغيني حدا ستاسيون ديال ليسانس، دابا بات لي واحد اودي ليمونية واعرة. اخوتي راه الحديد مزيان هنايا في هاد القيف بن صالح. طاليان وما ادراك ما الطاليان. ها مراكش الطريق ديالنا، حتى هما عندهم طاكسي صغير زرق اربع. باش نشدو الطريق في الاتجاه ديال قلعة سراغنا، نقدر نبات في قلعة سراغنا، نقدر نكمل مراكش اليوم على حساب، مازال ما عرفتش، مازال ما قررتش. بانت لي واحد الصيدلية غنمشي ندخل ناخذ من عندها واحد البوماده، عندي واحد الدريبات في رجليا، حمقوني شي شويه. هاهي لقيتها وخديتها، هاهي هي هادي مزيانة، هادي قبط لها كلشي، زيدوا عليها البوماده الصفراء. نعتقوا الروح كاين الحرارة هنا. إخوان دابا تقريبا ضربت شي 30 كيلومتر من مور فقيه بن صالح. هما ولاو تيبانوا لي الجبال من هنايا، ما عرفتش يبانوا لكم حتى نتوما ولا لا. بقينا ناخد شي قرعة ديال الزيت باش ندير الفيدونج للموطور. ليترو ديال الزيت؟ نعم. شي ليترو ديال الزيت هذا؟ اه واقيلا. شحال داير؟ 57. 57؟ اه. من جهة الكازا؟ لا سلا. اه
شحال معك؟ لا ماشي المرة. مزيان الله يديك السلامة. شحال قلتي زايدة فوق 50 باش من؟ 7 دراهم باش من؟ دير البيضة ونجمعو كل هذا. لا أنا ماشي دابا. المهم خاصك كيما توصل حيدو سخون. ما تخليش الموطور يبرد. جاي برد باش ينزل كامل. لا يبقى سخون. اي سخون باش ينزل هذاك الكاركات كامل ينزل. فهمت. واه خليه سخون باش يبقى داير هذاك الشيء سخون وزيد منه واحد شوية كبوا على هاك باش يكرط هذاك الشيء. صافي فهمت. خلاص نحفظك اخويا. توكلوا على الله. شويلة يا شويلة باش ندير لكم الإشارة خصكم ديروا خصكم تدعموني. شكرا على الله. شحال يلقي تبارك الله صديق وانا مدرق على البرد. غادي لا تحمر الكاميو باش يدرق على البرد. مدرق على البرد العميم ولا؟ اه غير في المنطقة. من الاتجاه هذا. ان شاء الله غنشد الطريق ديال قلعه الدراغ لا مراكش. او طبت 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 بالكلاس انا ارتاح شويه. اوف بسم الله. القلعه خديتها بارده سخنات. قلعه الدراغ باقى لي 65 كيلومتر ومراكش باقى ليها 150 في التوتال تقريبا. نضربوا بعد هذيك 65 ونشوفوا ويحل الله. اذا كان باقي قدنا الوقت نخبطوا مراكش اليوم تنظن يقدر يكفينا الوقت. على مولانا توكلوا على الله. هذا اللي يبغى الله يلا تكون. ارتاح واحد شوية هنايا. عطاكت الله عطاكت بالله. الله عرفت ساكن شي حد هنا ولا لا؟ غير وانا تنقول هنا نحبس هنا نحبس صافي ما نقدرش نزيد كثر. ما كثرت الكلاص شوما راكم عارفين. واحد الزيت سخونه كيما قال لي ديك خونا. واحد الزيت سخونه كيما قال لي ديك خونا باش هبط فهمتي بالوسخ ديالو. جينا نرتاح زعما من الكلاص. شوف المقيد ديال الحديد عرفت شنو ندير واش دار وما شنو هي فين واقف انا. غنسول واحد الدري غنسولك اخويا الفران والو. قلت لك الفران والو. شنو سميت الدوار هذا؟ ولا درميش. ولا درميش؟ انت رشاح واحد شويه. هاني انت؟ جيتي من مراكش؟ لا مش انا عاد غادي لمراكش. نمشي انا بلي من الليل. انت؟ على المطار خاطر شحال تندير فيه؟ شحال درهم؟ تندير فيه 50 درهم. ولا كديك وكتجيب؟ كديك وكتجيب. الموتور؟ شنو سميتو؟ هيكرون. شينوا ولا؟ شينوا. تا هو شينوا؟ انا راه في صحابي مثلا 19 ولا فراي. شحال جات لك الثغلية؟ كل نهار السرعة، السرعة زعما 120 140 واه اللي كيوصلها؟ راه مبدل لي انا شحال من حاجة، خا الوالد ما تيبغيش مريباري يقول واه هادو هذا محيد لي المراية مركب لي هذوك الصغيور اللي تينعسوا مزيان مزيان تركب محيد لي هذا محيد لي هذا هذا محيد لي هذا محيد لي الكاريناش قول كاع محيد محيد صعب قزاب الصوت نبدلو الشاقمة هذه اللي هذيك سميتها هذيك الشاقمة ديال الجليش عرفتيش دوك واحد الشيء على الله دابا يجي خوا دري وتشوف يدي واخ كنت كنفكر باغي شي بيدوزة باش نخوي الزيت عامرة تا هي عامرة شحال زهر كي داير صقع كتكابريش بها؟ لا كابراج لا الصور هذا تيبان بني قديم واش قديم ولا حيت ديال الحمر كيبان لي قديم
قريبه. ما تنبغيش هذه السكيب صح؟ هاي شريتها؟ هذه غالية شوية. هذا على حسابكم؟ ها؟ هذه على حسابكم أنت؟ هذه ديالي. وهذاك الصور واش قديم ولا؟ قديم هو. ياك مبني بكري؟ اه مبني راح هدمناه وطلعناه ضاع. كنا حاشاه. خاوية من داخل الدار؟ ها؟ خاوية من الداخل؟ راه فيها البيوت. أنا جاي نشوف. نمشي نشوف ديك الدار اللي تما كاين. كنت مشغل أنا مع الدري هذا. اللي تحنسر في الطريق وظلام عليه الحال يجي يدير يبات هنايا فرش لا طونط يبات. دابا خصني بيدو زي اللي دارت لي ترنون خصني شي قرعه نخوي فيها الزيت ماشي خوي في الارض دابا غنخوي فشي بلاصه بحال هكا غنخوي هنايا شي بلاصه فيها التراب وندير الفيدونج فيه وندير نخوي فيه الزيت القديم. كرفي السيروت ديال البيدونج ديال البولون خفت نزل لي على يدي وتحرقني. واو واو الماكينه سخونه تنقي الشاك ما تتشنشطني يا اخي وسخون الزيت هادي مشات تقاسني في يدي والبولون وطايب بقى بقى الزيت عمرنا خير تكون سلامتك خاد زي السارة أول مرة كنزلنا موسخة بحال هكا واش كنش مجابة باقا نقية نحلو زويتها نرجعو داك البولون ماشي اللي خويناه يهبط لتحت عاوتاني هادي مكتكبش كاملة كتبقى فيها دابا هادي فيها 900 فيها 1000 مليلتر كدير 800 وكتبقى 200 فهمتيني كتشيط 200 ديما كتشيط 200 تقريبا كدير شي 4 ديال الفيدونجات 4 مرات كتشونجي الزيت كتبقى لك وحده 200 على 200 على 200 على 200 800 بحال كيطلع لك واحد ما نقولوش فابور ولكن كيشيط من القدام نزيروه كما هي الباغي دابا نخبو الزيت نخبو الزيت من هنا صراحة قبيلة ملي كنت نخوي الزيت كان علي نحل هادي شرا كلشي طايب ملي قصت هادا تحرقت بسم الله جناب السلام وحنا ناضيين دابا نقدرو نمشيو بكل أريحية نشدو الطريق ماشي تكون لنا الموتور فشي قنت تكون لنا الماكينة ونوليو ضحكة هادي هادي تنبقى يرجعو بعدا بلاصة هي جوج معرفتش شنو تيقولو لها هي جوج وما جوج احنا ناضيين نرجعو السوير تاع البلايصة نمسحو القرعة باش متوسخش ليا الساك القرعة تاهي مدلع دلعناها كيما دلعتنا تاهي الماكينة هاد الماء مبقاش ديال الشريطة صافي نشدو الطريق عاوتاني باقي ليا 52 على قرعة السنة غير من البلاصة اللي راني فيها دابا تقريبا واحد المنطقة سميتها ولاد رميش تقريبا واحد 50 دايرين 50 دقيقة على بركة الله نديرو شوية زيت تال السنسلة هادي ما جمعت الماتريال مبقاش عندي باش نحل خصني لا طورنوفيس جبت تاعي 5 دراهم نحاول نحلها بيها ولا شي جاجا ولا شي الهيفه
هي طيرت المصحة تيت ناشفة صراحة. تحركتها بواحد 100 متر ما كاملاش غادي يتبان لي العباد هنا هلا وعسى يكون فيها شي حاجة. لا شي يقرا هاد الماء اللي عندي راه طاب طاب هاتي شنيا طاب ماشي دافي طاب عرفتش واش نخوي حيت انا باقي عندي نقي عرفتش واش تخوي هنا ولا لا بغيت نمشي نسقي شي حاجة شي جدول ما طيش هادي عرفتي طلعت مويها باردة يا سلام ولكن ملي غتشوف الشمس ما تبقاش باردة ايف الله يرحم ليا من الوالدين زعما اللي دار هاد القربة ديال الماء جامع عم اخوان بلاصة الوضوء خويا اخوان نتجمعو وسير نيشان واخ شكرا لا بلاصة الوضوء هنا نسحب المطر ديالها هنا حنا قمنا بالواجب الدين صليت الظهر وعصر جركعات جركعات ما تعرف شنو يشدني العصر نقدر معك نستقر على الثلاثة هو لما نسبقه والشي اللي درت دابا نمشي في امان الله مكاينش اللي غيطلق شي حاجة. واحد الستاسيون لقيته قديم هنايا ديال شعل انا نوري لكم وحكم نتوما بعينيا شوف شعل كيف مكتوب هنا بالعربية الله شحال عنده من عام شو هاد اللعيبات ديال ليسانس والمازوط قدام قدام دير بصح شوف كونتور هادشي شحال والله شحال عندهم من عام ياخ غازوال هاد الدباب فين واقف شكون تلقى نتا تحس براسك في الستينات ولا في الخمسينات واخا ما عايشناش حنا داك الوقت ولكن هادشي راه بزاف هلا هادي ديال البولة هادي ديال البولة ها واحد البلاص ديال البولة حتى هادي كتكون بولة هنا لداخل كنت غادي مع الطريق هو يبان لي واحد المنظر زويب ورجعت بان لي الماء هنايا قضية مغروسة ناخذ شي خيطه بالدرون هنا هذا هي اللي غتبين لكم هذا فهمت كي داير جماعات بزو الثروه النباتيه بواد العبيد هذا الواد سميتو واد العبيد انا داي زمان لتحت انا غنحط الموطور وغادي نجيب لكم دوره هنا كاين حتى الحوت حيوانات فيها الحوت فيها قلت لكم فيها حتى بعض الاسماك كاين 4 انواع مستوطنه من الاسماك في المغرب قلت لك الصدفيات وقيلة الصورة ديال هذه مستوطنة في المغرب ومعرضة لخطر الانقراض من بين 100 نوع مهدد في العالم رجولة In the stillness somewhere above the city lights you're falling in love.